الركن الثالث يمكننا ان نتلمس معناه في الاستئذان الذي يقرا عند زياره السرداب الشريف اقرا عليكم من مفاتيح الجنان ماذا نقرأ في دعاء الاستئذان الذي نستأذن به لزيارة السرداب الشريف وحتى لزيارة حضراتهم المقدسة فماذا نقول؟ الحمد لله الذي من علينا بحكام يقومون مقامه لو كان حاضرا في المكان، ولا اله الا الله الذي شرفنا باوصياء يحفظون الشرائع في كل الازمان، دققوا النظر معي الحمد لله الذي من علينا بحكام يقومون مقامه لو كان حاضرا في المكان ولا اله الا الله الذي شرفنا باوصياء يحفظون الشرائع في كل الازمان هذا هو مضمون الركن الثالث من اركان عقيدتنا التوحيديه تلاحظون ان النصوص تتلاقى تتعانق تتطابق الا لعنه على منهج حوزه النجف الا لعنه على علم كلامهم حيث شتتوا لنا ديننا ودمروا لنا عقيدتنا له الحكم هذا هو الركن الثالث من اركان عقيدتنا التوحيديه واليه ترجعون هذا هو الركن الرابع حينما تبنى عقولنا وقلوبنا وشخصياتنا وحينما تتكون شخصيتنا التوحيديه وفقا للعقيده السليمه التي تستقر في العقول والقلوب فاننا اليه راجعون حينئذ حينما نقول في كل حال لا في حال المصيبه حتى في حال الفرح والسرور انما وجهت الانظار الى هذا الذكر في حال المصيبه لان الانسان في حال المصيبه قد يخسر توجهه الصحيح وقد يخسر نيته الصحيحه وعقيدته الصحيحه فلذا لا بد ان يعلم لا بد ان يوجه ان يكون عقلك وقلبك ولسانك قائلا انا لله وانا اليه راجعون والا في الفرح ايضا انا لله وانا اليه راجعون في كل حال من الاحوال مع كل نفس من انفاسنا انا لله وانا اليه راجعون نحن راجعون اليهم اياب الخلق اليكم وحسابهم عليكم نحن راجعون اليهم راجعون الى الله راجعون الى وجه الله اين وجه الله الذي اليه يتوجه الاولياء فهذا الوجه نتوجه اليه في الحياه وعند الاحتضار وعند الموت وبعد الموت وبعد البعد وعند الصراط وفي الجنان في كل ان من الانات وفي كل تجل من التجليات ولا تدعوا مع الله الها اخر لا اله الا هو الركن الاول كل شيء هالك الا وجهه الركن الثاني له الحكم الركن الثالث واليه ترجعون الركن الرابع هذه الحقائق موجوده في كتاب الله من اوله الى اخره المشكله ليست في كتاب الله المشكله ليست في تفسير علي وال علي المشكله ليست في بيعه الغدير المشكلة فينا رجعنا إلى جهة وإلى أناس لا علاقة لهم بالتوحيد ولا علاقة لهم ببيعة الغدير ولا علاقة لهم بتفسير قرآن محمد وآل محمد ولا علاقة لهم أصلا بمحمد وآل محمد هؤلاء يتوهمون شيئا آخر حينما يتحدثون عن محمد وال محمد يتحدثون عن اشخاص وكائنات لا علاقه لهم بمحمد وال محمد الذين حدثنا عنهم قرانهم وحدثوناهم عن انفسهم اما هؤلاء القوم الذين يوصفون بانهم ايات الله العظمى يتحدثون عن كائنات اخرى لا ادري من هم هذه هي الحقيقه وهذه هي مشكلتنا نحن طرقنا ابواب اناس لا علاقه لهم بالحاجه التي نبحث عنها نحن نبحث عن توحيد محمد وال محمد لكننا طرقنا ابواب اناس لا علاقه لهم لا بالتوحيد ولا بمحمد وال محمد اولئك اناس عندهم دينهم الخاص بهم لكنهم ضحكوا علينا وكذبوا وخانوا ودلسوا ولبسوا سرقونا سرقوا عقولنا سرقوا قلوبنا سرقوا عقائدنا سرقوا ديننا سرقوا دنيانا سرقوا اخرتنا وسرقوا اموالنا هذا هو الواقع الذي مات عليه اجدادنا واباؤنا وها نحن عليه الى الان ويبدو انه سيستمر الشيعه فرحون وفرحون جدا من انهم حمير لمراجعهم، اتحفونا اتحفونا رجاء بالوثيقه الديخيه. ما اريد اجيب الاسماء، واحد قال لي على شنو مستعجل؟ على شنو مستعجل؟ قلت له اخر بابا ما توصل النوبيه، قال توصل. تطمئن تركبهم يعني مش اه يعني تركبهم وتقول لهم ديخ والله نفع عباره واحد من الاعلام قبل خمس سنوات قيل استعجل مش داعي اقول تركب أه. يعني خلاقه اهمي شيني خلاقه اهمي شيني تقول فقش ديخ بعربيه فقش نفس عبارة، كنا على ثقه وكلكم تعرفونه لانه ما اريد اجيب الاسماء عرفنا قال تركب مثل ما تركب فلان وقال لا مو علم اجمالي هذا هو واقع <applause> هو واقع الشيعه لا اقول واقع الشيعه هذا والله هذا واقع الشيعه